برنامج البيت، هذا البرنامج نوجد لإعادة هيكلة الشعر الشعبي في الخليج العربي. هذا البرنامج جاء ليقدم إعلاميا الشعر الشعبي بطريقة مختلفة. راح يأصل شيء، راح يأصل أن الشعر قابل للتشويق وللتعاطي وللحركة. كان ولادة لسلوكيات جديدة للشعراء، ولكن البرنامج يحتاج للشاعر صاحب الفكرة، صاحب التنفيذ، سريع البديهة. كرة القدم مش اللي يلعب زين هو اللي يفوز، أحيانا اللي يقول بس هو اللي يفوز أو اللي يجيب أهداف. ما يخضع الشاعر لأي مقياس إلا المقياس الشعري، بس في برنامج البيت الجواب ينولد نفس اللحظة. لجنة التحكيم جاء بناء على كثير مقاييس. أحيانا احنا بشر، بس إذا أخطأ تحكيمي وهذا شيء طبيعي، هذا بحد ذاته خليك تشارك 50 مرة لو ما تفوز، 100 مرة لو ما تفوز. الشيء المهم أن الشاعر مولود مع الطموح. احنا في النهاية مش آلهة ولا أجهزة، احنا بشر، بس نيتنا جداً طيبة.